يعني حسين الشحات يكمل يا كابتن مثلا ولا رمضان صبحي؟ مين؟ انا حسين الشحات ولا رمضان صبحي مثلا؟ لا ما انت رمضان كان سمعنا اخر حاجه هو كان مصاب هو مسافرش يعني. لا ما هو رمضان كان مصاب او كان موجود لعب الماتش اللي فات. ما طبعا بس هو مفيش دلوقتي هو مش موجود ده ولا عشان صباعه طبعا خلاص كده. بس انت المفروض برضك انت قلت نقطه مميزه من شويه اللي انت كان كابتن حسام عنده اللي هو زي مثلا مانويل جوزيه كان في النادي الاهلي مثلا كان بيجي كان بيلعب مثلا كنت انا واسلام الشاطر نلعب باكين بره عشان بندافع كويس لما نيجي بنلاقي نفسنا بره خالص او احتياطي بيلعب ناس ثانيه جلبرتو بيهاجم وبيلعب مثلا بركات هاف باك رايت فاهم النقطه دي ازاي؟ فدي النقطه اللي بكلمك اللي هو المدير الفني حسب الشكل بتاعه والاستراتيجيه بتاعته اقدر استفاد بمين هنا اقوى في الحته دي اقدر اقفل بمين حسب النتيجه اللي انا عايزها والشكل اللي انا عايزه. طيب فتوح ولا عبد الشافع يا كابتن؟ لا انا شايف فتوح هيمشي انت خلاص بقى فاروق انت بتديله لازم تكمل بقى لازم يكمل ما انت لو عايز تدي عبد الشافي كنت تديته هنا من مصر انت فاهم ازاي انت فتوح بالتالي ابتدى يشتغل بس لازم يكون اجرأ من كده هو لعيب كويس فتوح خلي بالك. الاعداد بيقول لي فتوح عنده حاجه في العضله الخلفيه كام اجهاد فممكن عشان كده ما هو ده اللي انا بكلمك عليه فاروق النقطه اللي انا قلت لك عليها في اول حاجه الاجهاد هو اللي عمل اكتر من كده خلي بالك والفتره اللي فاتت فتوح كان ماشي مع نادي الزمالك كويس كان بيلعب مع شافي اوف رايت اوف ليفت قصدي وكان بيلعب ساعات باك ليفت فهو كده عبد الشافي مفيش مشكله عبد الشافي عنده من الخبرات ولعيب مميز صحيح باهر مكمل يا كابتن ولا يبقى في حاجه؟ طبعا عندك باهر يبقى مكمل طبعا لكن كله بقى كابتن اعتقد مفيش مشكله خالص لا مفيش تغيير كابتن حسام من نوعيه حتى ما كنا موجودين معاه في النادي الاهلي مفيش تغيير كتير او في ريسك كتير بيعمله هو لاماكن معينه بيعملها والتاني حاجه هو الراجل دلوقتي بيبني منتخب في خط الدفاع زي ما انت عارف الخط بتاع النص موجود فيه خلي بالك برضك صلاح والنني مش مضمونين كل شويه يجي او حد يجي منهم فلازم الراجل بيحط الناس اللي هي تقدر تشيله في لو حصل اي دروب ولا اي حاجه. طيب خليني اخدك للمجموعه نفسها هل ممكن منتخبنا يصطدم بليبيا؟ على فكره احنا لسه عندنا الماتش بتاع بكره بعد كده هيبقى في المرحله الثانيه وهي منتخب ليبيا ماتشين. منتخب ليبيا كسب الماتش الاولاني وهو المتصدر المجموعه كابتن احمد ويمكن طبعا المنتخب الليبي على ارضه بيبقى صعب جدا انا اتفرجت على الماتش برو هو كسب 2-1 خلي بالك اي هو منتخب الليبي طبعا بيبقى قوي جدا على ملعبه وتاني حاجه انا كنت شايف الملعب بيلعبوا عليه كان ترسانه فاروق خلي بالك برضه الموضوع كان يعني الفرقه برضك مش صعوبه اللي هتلاقي فيه لعيبه نوعيه لعيبه معينه بتلعب على الترسانه فالموضوع هيبقى مختلف شويه انت لسه الليبي عارف كل لعيبه مصر وعارف كل منتخب مصر وعارف كل حاجه فالمواجهه بالذات المنتخبات العربيه انت عارف بتبقى صعبه شويه غير الافريقيه يعني صحيح كابتن احمد خليني بقى اخدك قبل ما يعني انهي معاك المكالمه ورايك كيف كريستيانو بيحقق حتى مع منتخبه ارقام قياسيه يعني مع المنتخب البرتغالي نجم كبير ووجوده كمان في مانشستر يونايتد وعوده مره اخرى للمان يونايتد رايك فيه ايه؟ لا فرق انا طبعا انا بحب كريستيانو جدا واخد رقم 7 وخلى كافاني يعني تنازل عنها طبعا انت كريستيانو فيه كل حاجه كتير مواصفات كل لعيب الكوره خلي بالك انا بس مبسوط اللي ميسي راح الدوري الفرنسي اللي الواحد كان موجود فيه بيبقى يعمل يعني بيعمل مساعده كبيره جدا وواحد كان بيقول لي يا ريت كان يتمنى يلعب دلوقتي ما كان موجود غير الفتره اللي قبل كده فكريستيانو حاجه كبيره جدا لو كانوا لعبوا الاثنين في الدوري الانجليزي يا كابتن كان هيعملوا نفس التاثير اللي حصل في الدوري الاسباني كريستيانو وميسي متهيألي هتبقى اقل شويه فروق عشان عنصر السن برضك مختلف خلي بالك عنصر السن مختلف شويه اللي هي الاعمار كبرت شويه انت كريستيانو لعيب مميز وفي كل حاجه بيعرف يجيب جون وميسي نفس الكلام بس انت انا اتفرجت على بدايه الدوري الفرنسي متابعه من اول عشان نسبه عشان ستراسبورج بيلعب دلوقتي في الدوري الفرنسي شفت ميسي حتى لما لعب انا مش حاسس تمام مش حاسس بميسي اللي هو موجود كان قبل كده فدي دوريات دي في الدوري الفرنسي مختلف في حاجات الدوري الانجليزي مميز في حاجات الدوري الاسباني كل مدرسه ليها التعامل بتاعها فهو عقبال ما يتاقلم هياخد فتره شويه. حقيقي. كابتن احمد انا بشكرك ودايما بستمتع بيك كابتن احمد مسلم نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب